السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تعاملنا مع ال LLM اللي هو Large Language Module زي شات جي بي تي وزي جوجل بارد ومواقع كتيرة جدا بتقدم الخدمة ديت ان انت تقدر تتناقش مع نموذج لغوي. بس الحقيقة دول مش هما بس النماذج اللغوية، في كتير جدا، والميزة ان هما open source. يعني اللي انا جابهم لك في الصفحة ديت كل دول نسخ open source، يعني تقدر ان انت تحمل الكود وتقدر ان انت تتعامل معاه، وكل واحدة فيهم مكتوب فيها الشرح بتاعها ومكتوب فيها المعلومات. فانت ممكن تيجي مثلا تدوس على دوت يبدأ يفتحه لك، تقدر تتعامل معاه، تقدر ان انت تشوف عدد الناس عامل داونلود، تقدر ان انت تحمله، وتقدر تعمل موقع بتاعك بالذكاء الاصطناعي بالشكل دوت، بحيث تدخل معلومات الشركة ويبدأ اي حد يدخل يبدأ ان هو يتعامل معاه. هو بيكتب لك بقى اهم حاجات موجوده فيها، زي مثلا تكست جنريشن يقدر ان هو يولد النص، وتقدر ان انت تستخدمه تقول له يوز ان ترانسفورمر وتدوس عليه هنا يبدا ان هو يديك امكانيه ان انت تعمل امبورت للاكواد وال ال ام دوت في البرنامج بتاعك. تقدر تدخل هنا فايلز تبدا تشوف كل النسخ اللي موجوده وتقدر تحملهم كلهم زي ما انت عايز، تقدر تتعلم على كل اللي انت عايزه وتبدا ان انت تحمله. هاجنج فيس موقع اوبن سورس فيه برامج كتير جدا، حاجات كتير جدا، واغلبها بعد فتره بتلاقي نزلت في موقع، يعني هنا البدايه، لكن بعد كده بتلاقي في مواقع كتير بدات تستخدمها وتنزل بيها. ممكن تقول له انا عايز نيو موديل، عايز نيو داتا سيت، عايز نيو سبيس، ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف اللانجوج، فيبدا يجيب لك الحاجات موجوده بأنهي لغات. اللغه العربيه موجوده هنا، نتمنى انها تبقى رقم واحد ان شاء الله قريب، ناس كتيرة تبدأ تتعامل مع اللغة. طيب لو دوست على اللغة العربية هنا هتلاقي حاجات كتيرة جدا، فممكن تقول له انا عايز الحاجات الخاصة بالفلترة كده، تقول له انا عايز حاجات اللي بتشتغل بال LLM، فتبدأ تلاقي فعلا اهم حاجات اللي ممكن ان انت تحملها. تمام، تبدأ تعمل فلتر. ويسبر ده بيحول الكلام لصوت تبع الاوبن اي اي، فتقدر ان انت تدخل تحمله من هنا. تمام، هتلاقي مشاريع كتير جدا تقدر ان انت تتعامل معاها ان شاء الله.